نتحدث أكثر عن هذا الموضوع عبر الهاتف معي مازن أرشيد الخبير بالشأن الاقتصادي. مساء الخير سيد مازن، ما مخاطر استثمار الأموال بالبيتكوين؟ لماذا؟ يعني هي مخاطر كبيرة الحقيقة، يعني مثل ما ذكرت في التقرير واضح بأنه يعني التذبذب في سعر صرف العملة بيتكوين، وحتى سواء كانت بيتكوين وحتى هنالك أكثر من 10 عملات رقمية. المخاطر أن تتمثل بعدم وجود بنك مركزي مثل البنوك المركزية في الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، عدم وجود يعني رقابة من أي سلطة أو هيئة رقابية أو تشرف على عملية الصرف والتداولات اللي عم تحدث في الأسواق المرتبطة ببيتكوين. احنا نعرف ان هنالك مضاربات ولكن ليس بهذا الشكل، يعني مضاربات على الدولار ضمن نطاق ضيق للغاية، حتى اليورو او الجنيه الاسترليني، لكن ان ترتفع باكثر من 400% في فترة لا تقل في شهور قليلة، واضح بانه يعني هذا حتى لو كان جيد بالنسبة لكثيرين في المرحلة الأولى، ولكن يثير علامات استفهام ومخاوف. طبيعة الحال يعني هلا احنا اكيد هنالك من قام بشراء بمستويات مرتفعة ل 8200 دولار حاليا، ولكن قد تتراجع بأي لحظة الى ال 4000 و5000، وحدث ذلك يعني في قبل حوالي اسبوعين وصلت الى 6000 وتراجعت الى ال 5000 في يومين فقط، والان ارتفعت الى مستويات الى 8000. يعني نتعامل مع ليست عمله، نتعامل مع شيء يعني هو بالفعل افتراضي لا وجود له. احنا نعرف ان العملات عاده يتم قياسها بالاداء الاقتصادي للدول بما تمتلك من احتياطات من الذهب من العملات الاجنبيه موجودات بمختلف الادوات الاستثماريه في البنوك المركزيه، لكن امام عمله مثل هذه الحقيقه احنا نذكر مساوئها لكن ايجابياتها يعني لا ادري، هنالك مخاطر كبيره لا يمكن. هل من ايجابيات وقبل الايجابيات سيد مازن، ما انه ذكرت بانه عالم افتراضي، هل نحن نعيش بعالم افتراضي مفروض باغلب الاوقات، هل ممكن ان ينطبق هذا حتى لو مش الان يعني بعد قليل على موضوع العملات؟ يعني هو بدا الحقيقه احنا نشهد ايه بس نصير نتحدث عن ايجابيات. نعم الايجابيات انه لن نكون يعني تحت رهن الدولار مثلا، لن تكون تحت رهن العملات الكبيره واللي تسيطر على العالم، الصندوق النقد الدولي، النقد الدولي، مؤسسه البنك الدولي ومؤسسه اخرى تتعامل بالدولار، والان قد نكون يعني ازحنا هذه السطوه من يعني على الاقل من قبل الاقتصاد الامريكي واللي بتوسع فيها العالم وبيسيطر عليه سواء بالدولار وحتى النفط والذهب كله. نعم. يتم تقييمه بالدولار، وبالتالي قد تكون شيء ايجابي انه هنالك من يقف امام سطوه الدولار بشكل عام، لكن المخاطر تبقى كبيره مثل ما ذكرت. انا اشكرك من عمان مازن ارشيد الخبير بشان الاقتصادي.